أهلا بكم. أيام مضت على مقابلة ولي العهد السعودي لمجلة ذا أتلانتيك، وها هو جريمي وود الصحفي الذي أجرى المقابلة يدلو بدلوه. الموضوع هو آلة الدعاية السعودية في العمل، آلة تعمل بحسب وود وفق التالي: تظاهر بأنها أخبار جيدة، اكذب، أغمر المنطقة بما يعجبك، وتجاهل ما لا يعجبك. وود يتحدث عن محاولة إخفاء أجزاء أو تضخيم أجزاء أخرى والكذب في أمور أخرى، وفي مكان ما يبرر للصحفيين السعوديين بأنهم يقومون بمخاطرة شخصية إذا ما أبقوا على المقابلة بكل ما حوته من وصف الموضوعات المحظورة مثل قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله ومناخ الخوف والقمع وتعذيب وسجن المعارضين وتشنجات وجه ولي العهد. ومن الاختلافات التي أوردها وود نتوقف عند التالي. يقول وود: لقد ضغطنا على محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي، وقدم ولي العهد عددا من المزاعم الغريبة والمزعجة، وقال إذا كنت ستجري عملية أخرى من هذا القبيل بالنسبة إلى شخص آخر يجب أن تكون احترافية، ويجب أن يكون واحدا من بين أول 1000 شخص. وهنا كشف وود أن السعوديين غيروا في النص الذي نشروه إلى الصيغة التالية: إذا افترضنا جدلا بأننا سنذهب إلى عملية من هذا القبيل لكانت احترافية ولكان هناك شخص ما في رأس القائمة، وأضافوا في النسخة العربية: لا سمح الله. أمثلة عديدة حذفتها النسخة السعودية بالكامل كمقارنة ابن سلمان لأمير قطر بهتلر، إضافة إلى أسئلة في الشريعة الإسلامية وسؤال الصحفي عن بيع الكحول في المملكة ورفض الأمير الإجابة. كما طالت الآلة السعودية انطباعات وود حول المقابلة، حيث قال: لقد أشرت إلى أن ابن سلمان ذكي ودود على المستوى الشخصي، لكن مقالتي تشير إلى أنه لم يكن ذكاؤه ما أذهلنا، بل هو جنون العظمة والشفقة على النفس. وثمة سؤال هنا جوهري: هل وضعت المملكة العربية السعودية فيتو على الصحفي جريمي وود؟ الأخير يكشف: أخبرني مصدران سعوديان أن دخولي إلى المملكة انتهى بعد نشر القصة، وأن ولي العهد لن يراني أبدا مرة أخرى.